اختتمت مساء اليوم فعالية مهرجان العيد الوطني والذي نظمته وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان ضمن موسم أعياد البحرين، وذلك بعد تمديده نظرا للإقبال الجماهيري الكبير. واشتمل المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية والأسواق التراثية التي تعكس جانبا مهما من الذاكرة والهوية البحرينية الأصيلة. ويشار إلى أن القرية التراثية تم تجهيزها منذ عامين، حيث تقدم لمحة عن تاريخ وحضارة البحرين، بالإضافة إلى اعتبارها حاضنة لتصوير الأعمال الدرامية المحلية والخليجية. وايد حلو ان احنا كمؤثرين في السوشيال ميديا بحرينيين نحن نكون متواجدين في هاي الفعاليات، خصوصا ان هي تنقل تراثنا الشعبي، تراثنا البحريني، علشان نقدر ننقله حق متابعينا في دول الخليج وبرا دول الخليج، فشيء حلو ان احنا نرويهم الشيء البحريني الاصيل. فعاليات جدا حلوه، الاشياء متنوعه، فيها الاشياء الجديده ممزوجه بالاشياء القديمه، وهاي الشيء وايد حلو شفناه. العروض اللي مسوينها من ناحيه العرضه والزفه وهالشغلات وايد حلوه، تعيد فينا احياء هاي التراث الشعبي الحلو اللي نحبه. صراحة حضارات البحرين تتفوق عن حضارات واجد، وأنا أسمع عن حضارات واجد، يعني حضارات البحرين تعتبر عن ثقافة وعن فخر وعن جمال. من بساطة المكان إلا أني حبيته صراحة، مكان بسيط وجميل وتفتخر فيه وتفتخر أنك بحريني بسبة بساطة هذا المكان صراحة.